Gerra, met de Dries, met Ries, مخك معوش, يكونترول إيه كبرالوش. السلام يا جماعة الكل, انتم تسمعوا في EFM وتسمعوا زيادة في كنترول F, واليوم باش نحكيو على الديناميت. ديناميت هم اللي زانفاسيون اللي تخلقوا باش يضروا العالم, ربي يهدي اللي خلقوا. وتذكروا قبل كي كنا صغار نبداو نشيخوا على الفوشيك كون كوا ديناميت, تسمع كان واحنا ماناش هنا نمثلوا في الفيلم اللي في مخاخنا, اما نسينا كو احنا فزعنا الحومة وفيقنا ناس الكل. لا نطلع عليك والله ما نقولك يا ود البشير. وعز مشهد نجم تشاهده هي كي تراو بنية هابطة كيما يقولوا احنا فلوس بديناميتا. وهو حكاية الديناميت كيفاش تخلقت. في 1866 الجران ألفريد نوبل كان غاطس في اللابو متاعو, وعلى قد ما البيرو متاعو معبي وراقه كل إباربيي يعمل هكا ويبز على البروفيت. عرفتوها البروفيت كنا نستعملوها قبل في السيانس ونخلطوا فيها باش نشوفوا الرياكسيون شيميك. يا فتاح يا رزيق عليه هك. صباحنا صباح الخير. حاسيلو اكلي بروفيت اللي فيها نيترو جليسيرين اللي عملت الرياكسيون مع الجليسكور اللي نستعملوه باش يمرتي شوك. وهكا نوبل لاحظ الرياكسيون اللي عملها نيترو جليسيرين, وهكا جاتو فكرة الديناميت. هاي نقولكم بسلامة, باي باي. جاهز ما تدريش ما تريش مخك معوش, يكونترول ايه كبرالوش.